في انتظار لقائك في الفترة الثانية من التغطية النهاردة في الأهلي ليلة مع الكابتن محمد أبو العز. بأشرف بهذه المشاركة اللي بسعد بيها دايما على شاشة قناة الأهلي، وحوار في كل الاتجاهات عن كرة القدم على مستوى مصر وتطوير منظومة كرة القدم بشكل عام، وفي المقام الأول النادي الأهلي وتجاوزه لهذه المرحلة والمتوقع إن شاء الله في الفترة اللي جاية. أسئلة كثيرة جدا موجهة من خلال هذا الحوار لناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا أستاذ عصام، وأهلا بحضرتك. أهلا أستاذ جلي، إزاي حضرتك؟ منور ودايما كده يا رب موفقين في قناة الأهلي. ربنا يخليك، وبنسعد بمشاركتك معنا دايما شاشة قناة الأهلي يا أستاذ عصام. أولا القرارات الأخيرة كيف تراها؟ تكليف الكابتن محمد يوسف وجهازه المعاون في هذه المرحلة، وتوجيه الشكر أو إقالة وعدم استمرار أو الإبقاء على كارترون وليندمان في الجهاز الفني للنادي الأهلي، كيف ترى هذه القرارات؟ ما كانش في سبيل آخر يعني في المؤسسة الحمراء إلا أنه للصبر الاحترافي حدود، بمعنى أن الأهلي لم يعتد أبدا القفز على الأحداث، وبالتالي مد الفرص لكارتيرون وجهازه الفني وليندمان ايضا اللي حدثت معاناه كثيره، واعتقد انه تادب ما ومهنيه ما من الطاقم الطبي هو اللي ما خلاهوش يعني يفصح، لانه دي ما هياش عاده لا احترافيه ولا اهلاويه انك انت تخرج كجهاز طبي لتؤكد ان العيب عيب احمال زي ما بيقولوا يعني. ومن ثم زي ما كان ده مطلب كارتيرون ايضا عند التكليف، وحضرتك لسه بتقول تكليف محمد يوسف والجهاز المعاون، لا تكليف محمد يوسف ليصعد هو عادل مصطفى ابن النادي ليساعده ويقوم كابتن سيد عبد الحفيظ بدور مهمه مدير الكره مع كل من الكابتن سامي قمصان والكابتن طارق سليمان، مؤكد باقي جهاز الكابتن محمد لانه في الاخر محمد يوسف طالب ببقاء سامي قمصان والاستعانه بكل من سليمان وعادل مصطفى. ومن ثم دي ترتيبات ما قبل، يعني هنا حضرتك بتاكد ان القرار لمجلس اداره ولجنه الكره اعطى الصلاحيات لاختيار من يشاء ليكون معاون له كالعاده الكابتن محمد يوسف كالعاده. ليه؟ لانه مش فكره الحساب، لكن فكره القاعده في النادي الاهلي يعني في هواء اخر يعني. واعتقد مره هنا برضه قلت انه النادي الاهلي لو قدر مثلا ان يعطي كره القدم لشلتوت الذي مارسها تحليلا او متابعه لن يراجعه الا بعد كتله من المباريات، كتله من الوقت تسمى موسم يعني، وسيمنحك مجلس الاداره حريه القرار في اختيار من تحب ان يعمل بجانبك يعني. طالما استقر المجلس او فوض زي ما بيحصل على مدار وجود قامات وهامات كروية على رأس النادي الأهلي وهم إداريا أيضا تدرجوا في المناصب، لازم يكون القرار أن أنت تبلي بلاء حسن أو تاخد 6 من 10 7 من 10 بما تقدمه أنت ومعاونوك اللي أنت اخترتهم. وبالتالي ده القرار التحضيري على الأقل من وجهة نظري، لأنه في الخلفية أكثر من 12 سي في بحسب يعني معلوماتي تجري دراستهم حاليا تدرس الان يعني من الكابتن محمود الخطيب، ويمكن ده اللي عمل لبس انه لما جه يروح كابتن سيد عبد الحفيظ للعرض، وبالتالي الكابتن قال لا، بدلا من وفاده سريعه وانتظار للجماهير وللاعضاء وهم يعني شركاء الاداره جماهير النادي الاهلي وجمعيته، خلاص يبقى الكابتن سيد يستقر هنا لمواصلة العمل اللي كلف بيه، وفي نفس الوقت خلال العشرة أيام إن شاء الله نتمنى ألا تطول غيبة محمود الخطيب الإنسان أولا عن أسرته وعن أهله ومحبيه، أن يعود خلال هذه الأيام سيدرس هذه الملفات. طب حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، حضرتك عمل لبس أنه هل هناك أن الكابتن تعبان، هي الحكاية كلها أنه طلب منه انه يعمل سونار ما بعد العمليه، فاحد محبيه انزعج لفكره انه الراجل ما يعلمه انه راح اللوكندا ففجاه رجع على المستشفى، هنا حصل اللبس ده او الاجتهادات مصاحبه للاخبار المرتبطه باسماء كبيره زي الكابتن محمود الخطيب. طيب هنكمل كلامنا في الاتجاه الفني يا كابتن عصام، بس اولا احب نسمع راي حضرتك في امر دلالة اهتمام الكابتن الخطيب شخصيا بإدارة والإشراف على هذا الملف تحديدا رغم حتى ظروفه الصحية والعلاجية ورحلته العلاجية حاليا. لأن الكابتن محمود خطيب لديه حاجتين، أولهم أنه رئيس مجلس الإدارة، ثانيهم هو هذا التفويض من كل الذين معه أو مجموعته التي أطلقت
على قائمتها عائلة الأهلي، فوضت العائلة كبرها رمزيا يعني، كبرها فنيا كمان وإداريا، حتى يكون كالعادة هناك ملف أمام شخص يعي تماما ما داخل هذا الملف من الجلدة للجلدة، وبالتالي هتلاقي باقي يعني الملفات مرصوصة على باقي زملاء الكابتن محمود الخطيب في المجلس، كل وما هو يمكن أن يكون زي ما بنقول كده شاطر في التواجد من خلال خبراته ودراساته، وبالتالي ينتظر منه العودة لهم كالعادة برضو لعرض ما وصل إليه، عشان بس الناس بتفتح زوايا كتير للكاميرا، أغلبها بقى بيكون نتاج أن الأهلي لم يعتاد إخراج الأخبار يعني اللي بيسموها إيه لكل من يسأل. هناك برضو زي ما قلنا إعلام، هناك أوقات للإفصاح، هناك أوقات لحالة ما يسمى صمت إعلامي أو تجهيز ربما لحين الانتهاء من المناقشة اللي بينتج عنها قرار، بالضبط ينتج عنها قرار فيعلن مش بس على مسؤولية المؤسسة الحمراء أو مجلس الإدارة، لكن حتى يمكن أن يكون هناك سواء الإعلام أو الجمهور أو الجماعة العمومية يستطيعوا بقى أنه الكلام اللي صدر عن المجلس هو ده اللي يستحق أنهم يحللوه يتكلموا عنه ياخدوا ويدوا حواليه، ينتظروا حتى نتائجه سلبا أو إيجابا أيما يكون. مفيش ملايكة، الكل يعني يجتهد ويحاول، أنت ما يهمك هو الثقة أولا في أن من أمامك هو كفء، والأهم أن يكون بالتأكيد من عشاق هذا الكيان. طيب هسأل حضرتك سؤال أخير عن مرحلة وجود المدير الفني السابق باتريس كارتيرون عشان ننتقل للقادم وللمستقبل، حتى الفترة اللي ممكن نصفها بأنها مؤقتة أو انتقالية حاليا، المهام الملقاة فيها على الكابتن يوسف والكابتن سيد والجهاز المعاون. صحيح. بالكامل كارتيرون كيف في عناوين رئيسية وسريعة أستاذ عصام تصف فترته أو تقيم فترة وجوده فنيا في النادي الأهلي؟ اولا كارتيرون يعني ظلمنا معه، مش النادي الاهلي، ظلم حتى يعني ما يسمى بالنقد الرياضي والمحللين وكذا، قدم نفسه مع وادي دجله تحديدا بشكل خلانا لما ندور في ملفاته بره ايضا كانت نتائجه جيد جدا، ولكن لم يكن ابدا، وهذا ما اكتشفه الجميع، من الفصيل او الكلاس اي زي ما بيقولوا او الشريحه الاولى التي تستطيع التعامل مع الضغوط الدائمه، وان الفضه في حد ذاتها لا تساوي شيء، الذهب والذهب فقط هو من يساوي ما يرضي النادي الاهلي العلامه الايجابيه اداره وجماهيرا وجمعيه، وقول عائله الاهلي عموما على امتدادها، وبالتالي حتى حلمه ان يدرك شيء كبير في افريقيا جعله لا يتردد في فكرة أن يكون جهاز من وجهة نظره كامل الأوصاف على الأقل باجتهاده، وارتضى بخبراته ومعلوماته أن النادي الأهلي لا يختار إلا أكفاء أن يعمل، وده اللي يمكن بدأ يقوله، ما هو كان ممكن يبقى معايا ناس تانية، ما حضرتك كان لازم تقول ده، لأن المؤسسة الحمراء لو سلمت شلتوت أو الجند يا سيد كارتيرون هتديله مطلق الحرية الصلاحيات والحرية، بالضبط، وبالتالي هو يعني انفصال في وقته، ده خارج قواعد أن الأهلي تمتد به الفترات. ليه؟ لأنه لا، الضبابية زيادة عن اللزوم، أكثر من محاولة، حتى الملاحق الصيفية ما قدرش يعمل فيها حاجة زي التلامذة زمان، في تجارب كثيرة زي طب جملة اعتراضية يا أستاذ عصام، اللي بيتابع حضرتك دلوقتي هيبقى عنده دايما اللي بنسمعه عن هذا القرار في الشارع الرياضي أو الشارع الأهلاوي أمرين، بعض الناس بتقول كارتيرون عنده خبرات بدليل أنه حصل على دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي، أيضا بيقولوا أنه ظلم لأن الظروف كانت معاكسة جدا بإصابة وفقد أو إيقاف كم من النجوم لا حصر له تهد أداء وقوام أي فريق، يعني نتكلم عن 50% من أداء الأهلي من نجومه جداً. ردك إيه على هذه المقولة؟ ده جميل جدا، بدأت لك أنه لم يختار من شدة ثقته في اختيارات مؤسسة هو يسمع عنها مع مازيمبي ومع غيره، حتى لما راح أمريكا في يعني فترة عمله الأخيرة، ولكن من كان مازيمبي وقت فوز كارتيرون معه؟ كان مازيمبي تحت إمرة رجل أعمال يغدق أكثر الإنفاق على النادي الأسعار، لأنه
عامل فاترينا مش عامل كيان، عامل فاترينا. هذا الرجل تاجر شاطر، لكنه اشترى نادي جماهيري عشان يبقى مسوق، وعشان كده هتلاقي مازيمبي يظهر في الكادر موسم موسمين ثم يختفي اربع خمس مواسم، اللي هم ايه؟ اللي هم عكس النادي الاهلي اللي هو بيبيع فيهم ما استطاع تربيته او الغله اللي لديه. احنا عشان نوضح كمان الكلام المهم اللي بيقوله الاستاذ عصام شلتوت، ان هذا الرجل كان من رجال الاعمال وكان من رجال رؤوس الاموال ويعمل في مجال الناس تحديدا والرموز السياسيه، وحاكم مدينه او ولايه من ولايات او من مدن الكونغو كمان، عشان نوضح للناس من كانت الشخصيه الداعمه في الوقت ده للفريق والتي تعجب مناجم الناس. الرجل له نفوذه المالي والسياسي والجماهيري وبيلعبها صح طبقا لمصالحه كتاجر، لكنه عينه كانت على نادي له جماهير عشان يبقى في مردود اقتصادي للحكايه، مش ولو شكلا لا، علشان يبقى عنده جمهور ياتي فيالو بحماس النجوم اللي كان بيستقطبه. كارتيرون لم يشاور على لاعبين ولم تاتي بهم الاداره الحمراء، والدليل سليف. اول ما شاور على سليف حتى لو كانت قناعات محمود الخطيب والذين معه والاعلام طبعا لا تعرف، انه ربما يكون بمنطق اللي هو ايه مسكن الان، هو راجل منضبط بس دي الصفقه اللي طلبها. ما انا بقول لحضرتك هو راجل منضبط، هو راجل استطاع انه يوقف يمكن جزء من ثغره دفاعيه، لكن في الاخر شكرا مبروك يلا سليف تعالى مستر كارتيرون، اللي هو دليل على تلبيه النادي لرغبات المدير الفني. هذه نقط يعني الضعف، لكنه في كل الاحوال وبتاكيدات من كثير يعرفوه بعد ما كلنا زي ما اقول لك، انا اول واحد دافعت عن وجود رجل تصورت كمدرب، يعني مش شخص، الراجل مؤدب وحاجه كده لطيفه جدا، لكن تصورت انه من الذين يحضروا ليه تجربة، هو عارف انها تنجمه اكتر، ويمكن ده كان تصريحه وهو قادم من امريكا، اعرف انني قادم للاهلي، ربما كان جزء من احلامه الكروية لنتائج، ولكنه الفرحة جعلته يجري سريعا يعني بالبلدي فكعبل. لكن في النهاية برضو بأكد لحضرتك ان التجربة اكدت، انا مش خبير لكن لما القرار يبقى كده تعي تماما انه لا يستطيع ان يصمد امام توالي الضغوط. هو مش مانويل جوزيه لم يكن الاشهر على الاطلاق في البرتغال، ويقينا وانا فاكر كويس مانويل جوزيه من العلامات اللي بينت انه رجل قادم من الشريحه اللي بتلعب او بتدرب الدوري الممتاز، لكن قالك انا في اشهر مني اربعه خمسه وقتها، وبالتالي كان باين عليه بقى انه يتحمل الضغوط، انه يمارسها ايضا على اللاعبين. مانويل جوزيه كان تركيبه اللي هو مثلا قائد، شخصيته قويه جدا وسيطرته على الفريق، اللي هو السيد احيانا واحيان تانية ينزل بحتى مساحه عمره للنجوم الشبان فيخرج معهم في نزهه ما او كذا، ثم فجاه يقول لخالد بيبو انت ممكن تبقى لويس فيجو او لا شيء، ثم يقول لبوتريكا انت تاجر السعاده فيفاجئه هو ار يو في تدريب. انت على كلام حضرتك انه في اسماء قادمة من البرتغال كانت أشهر في السي في أو سيرة ذاتية وإنجازاتها فأكثر من نادي مش في الأهلي بس، ولم تحقق مع جوزيه. على سبيل المثال توني أوليفيرا وفينجيرا طبعاً، الاسمين كانوا في التصنيف على تجربتهم في مصر. هذا الرجل أنا مصر على أنه هناك شريحة من المورين تأتي لإضافة مش صناعة، لأنه راجل قادم من الليجا البرتغالية أكيد طبعاً حالة، لكنه احترمته كثيرا عندما قال على فنجادة لما عرض مرة على الأهلي ومرة على المنتخب الأولمبي المصري، وقال على توني أوليفيرا أيضا، وقال حتى على حد برضه اسمه مانويل خوسيه حاجة، أنه برضه ده من الأسماء الكبيرة في الشريحة الأعلى. لكن الأهلي دائما يدرس الشخصية، وهذا ما فعله جيل سابق مع فايسا. فايسا كان قادما من تدريب مقاطعات لأندية، لكنه كان دائما عنده حلم التطوير، وبالتالي بيغتنم الفرصة دي. أذكر أنه في أحد المباريات كانت أهلي وزمالك اللي بيسموه التراي ماتش، فلما لقى 20,000 حوالين الأرض والأسوار خد اللعيبة تقريبا وراحوا سينما، أنا فاكر كان ماتش في رمضان، يعرف يتعامل نفسيا معه. الله عليك. وده جزء من القائد، لأنه معاه ناس بتجهز كل حاجة، لكن القائد يبحث في الخلفية عن مشكلة للاعبي جند وشلتوت، يبحث حتى عن يعني عن مزاجه العام، ربما الاسره مأثر معاها، مش هقول لك مأثره معاه، ربما كذا او ماذا. لا يمكن ابدا الا ان يرفع شعار واحد، ان كره القدم هي الحق الاصيل، ما ينفعش تيجي الصبح تقول له كنت مع اولادي عند الدكتور،
هيفاجئك على طول يقول لك حضرتك بعد نجاح بايتس مع النادي الاهلي مع منتخب مصر رجع مخطط طبعا رجع مخطط للاتحاد الالماني انت مؤسسه علشان يبقى عندك حد يودي الواد دكتور حد يساعد الهانم في البيت حد يسوق لك العربيه وكذا تجارب كثيره من النوع ده مع الكبار حول العالم يعني لكن الملمح الان ان الاهلي على بوابه التطوير حدث كثيرا يعني حدث اخره مع مانويل جوزيه اللي جه ثم طلب لاعبين وده اللي كنا بنقول يا ريت كارتيرون كان عمله ومن ثم هياتي الجديد الجديد هيبقى عينه على الملف يلعب الفريق دي الخطوه الجايه يا استاذ هي دي اللي جاي الجديد بالزبط. ده هنتكلم عنه بعد بالزبط. دقائق عايز اتكلم عن وقت ضيق جدا بحسابات كره القدم والرياضه ايام اسبوع او 10 ايام او ربما اكثر قليلا مع الكابتن محمد يوسف حاليا والجهاز الحالي كابتن سيد عبد الحفيظ وكل الفريق المعاون اللي حضرتك اشرت بيهم في البدايه ما الذي تطلبه منهم وما الذي تتوقعه منهم في هذا الظرف الاستثنائي؟ الذي أتوقعه هو أن يبدأ التغيير من ولاد النادي يعني ويمكن لما قلنا ده يعني ببعض الإشارات كده لأن أنت عارف مجلس الأهلي ورئيسه الحقيقة على مدار كل العصور يعني مش بس كابتن خطيب والذين معه لا يمكن أبدا أنهم يبلوا ريقك بالبلدي بنبأ يعني إلا للعام للإعلان العام عقب زي ما انت قلت انتهاء كامل الملف وبالتالي اعتقد ان اليوم الكامل امر وجوبي اليوم الكامل وده على فكرة في كل العالم عشان بس بتوع الكرة في مصر احيانا يطلعوا يقولوا ايه يا سيدي لو ما راهوش حاجة لا في كل العالم لو ما راهوش حاجة بيروح وبيقعد وبيتفرج على التلفزيون بس في النادي وبيشوط 50 كرة علشان الدعاء والتوفيق من عند الله يبقى مواكب لما يسمى بالاندفيدوال اعتقد ايضا ان هناك لابد من ايجاد حلول سريعه مفيش لعيب مقموص مفيش لعيب نمرود مفيش لعيب يقع منك كموهبه وتنساه لانه يعني يعني حل اي مشكله غير فنيه هذا مشكله هو خلاف هذا مع هو أي حد الجزء في اللي عارفين وفاهمين انه لازم يبقى هو ده كان هوى الاهلي في الهوايه فما بالنا وانت على باب النقله اللي قلنا حصلت على مدار اكثر من مجلس وبالتالي انتظر منه لان الجزء الفني بقى سهل الجزء الفني ما اسهله بمعنى انك عندما تضبط الاداء في المؤسسه الحمراء تلاقي كره القدم جايه لانه ما حدش بيقول لهم الحساب لا بالماتش ولا بجون جي فيك ولا بجون ما جبتوش يعني هناك معادله احترافيه كده دايما الاهلي سباق ليها وده يعني لو ما سالتني السؤال ده بقوله لك كده قبل النهايه بدقيقتين وده اللي مخلي مثلا الرهان على فكرة الرعاية أو ما يوصف في الشارع أن الراعي يقدم للأهلي لا الراعي كمان بقى محترف خاصة أنها شركة وطنية وبالتالي الناس مش واخدة بالها أنه راح الإسماعيلية وراح الاتحاد ومن موسمين يعني يعدل ويبدل وضع الزمالك فنيا ويقف وراهم بالمال مش لأنه جاي ينفق لا لأنه بيعمل الشغل بيصرف على الشغلانة المصنع اللي اسمه كرة القدم بيطور. المنتج ده لازم يتعظم ودي أمارة هناك 15 استاد هيكونوا مش شبه بقى نسخة عالمية وبالتالي هو نفسه هيرجع تاني يكسب وبالتالي هيعلي دخل الأندية وبالتالي الدوري المصري قد يصل ل 2.3 مليار جنيه وحاسبني على الكلام ده إذن الحكاية مش انه رايح ورا الأهلي او ورا الزمالك او ورا الإسماعيلي احنا بنقوم صناعة وفي المقام الاول عناصرها الأساسية او اعمدتها ولولا انها شركة وطنية بريزنتيشن ما كانت تدفع اولا لتلميع وتوضيب ووضع الفورمه زي ما بيقولوا اللي انت هتضبط عليها الجاكيت وده كذا وده ماذا وبالتالي هذا المنتج سيتم تطويره طيب وانت بتطور هتلاقي مين افضل من الانديه الشعبيه باختلاف نسب جماهيريتها علشان منتجك يبقى عنده لانه منتجك ده هيمشي معاه كل روافد الصناعة الأخرى ده بس يعني لأنه الحقيقة الكلام داير من 4-5 أيام على فكرة المساندة ما فيش صانع مش تاجر التاجر بقى هو اللي يلعب الألعاب التانية لأن التجارة ما تصلحش الأوطان تصلح لعائلات يعني هنا حضرتك بتقول إن في ميزة تنافسية أو فارق نوعي في تعامل برزنتيشن مع النشاط والدوري المصري لأن اللي عندها بعد وطني مش بس بعد تسويقي ورقي واستثماري لأن واستثماري بقى هنا الفلوس دي لهي فلوس تاجر عايز يحقق أعلى معدلات الربح زي ما قلنا على مازيمبي وملوش دعوة مش بس إن التاريخ هيحاسبه ملوش دعوة المصنع ده مصنع صناعة ولا مصنع تقفيل يقفل الحاجات ولما يا جدع 40% واكسب لا هو يريد
أن يربح وطن صناعة اسمها كرة قدم تدر أرباح أيضا ثم ترفع من المستوى. قوتنا النعمة يا أستاذ محمد أعتقد ما فيش أهم فيها من كرة القدم بالتأكيد. يعني حضرتك بتقول أن ده داخل منظومة إعادة كل شيء للأفضل في مصر، إعادة كل شيء إلى سابق عهده وأفضل إن شاء الله. مؤكد. ليه بقى؟ لأنه التجربة الماثلة كان في زيها مؤسسة السينما، كان في زيها ما نسمعه أنه مثلا الأهلي لما يحصل دروب الدولة تتدخل أو الزمالك أو الترسانة، سمي زي ما أنت عاوز. وبالتالي أعتقد أنه هناك ملف أمام الدولة، ضيف له بقى مشروع الألف موهبة مش معمول بقى للخطافين ولا للسماسرة ولا لتجار الشنطة في مسألة الربحية العاجلة، لكنها تستثمر وهو استثمار مردود الأرقام فيه ليس سريعا لكنها مربحة جدا. عموما ده كلام مهم يا أستاذ، ده كلام مهم. الجزء الأخير اللي هنرجع له من الحوار هيكون عندك مزاج عام للناس اللي بتتمنى ان الكرة في مصر مش في النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي انها تبقى علامة من العلامات، ان الناس تبقى عايزة المنظومة تنجح طبعا عام. وهكذا كل المنظومات وتشوف الامور بصورة تانية بقى. وهكذا كل المنظومات نحن بنتكلم عن نجاح جزء مهم من اي وطن دلوقتي. لا تنسى عنوان مصر الجديدة ولا تنسى امتدادات عمرانية زيها بالضبط، ملف صناعة الرياضة وفي القلب منها مصنع كرة القدم. مش هنقدر نشير للكلام المهم ده في عجالة، فزي ما حضرتك قلت ده جانب مهم من الحوار مؤكد. احنا هنرجع له في الجزء الاخير من الحوار بعد ما نستوفي كل ما تراه عن الامور الفنية ومتطلباتها في هذه المرحلة. هنرجع لفكرة الرعاية ودور مؤسسة وطنية زي بريزنتيشن والتوازن بين الجانب الربحي والجانب الخاص بالنهوض بامر مهم جدا له تأثير على المواطن المصري زي كرة القدم. في جزء منه خاص بالجمهور اكيد، السلوكيات والاستادات وتنظيمها طبعاً. والارباح اللي جزء منها رجوع الجماهير للمدرجات، مشاركة الكل في المسؤولية. هنرجع لده بالتأكيد ان شاء الله في الجزء الاخير من الحوار يا استاذ عصام. طيب هنتكلم عن يعني مباراة كل 3 ايام، ضغط رهيب على الفريق مع هذه الظروف الصعبة اللي هو مر بيها في الفترة اللي فاتت واللي محتاج ينتفض منها بسرعة جدا. هنتعامل مع ده ازاي على المستوى الإداري والفني؟ لا أنا ضد ده. يعني حتى وانت بتقولي على كارتيرون وكيف أنه تعرض للظروف، في كتاب بتاع الكرة لما تجيب الفهرس تلاقي تلعب كل يومين ازاي، تلعب كل 4 أيام ازاي. هنا الالتباس اللي ما يقدرش يبدأ حله، مش ما يقدرش عليه طبعا، هناك إدارات نابهة في مصر حاجة تشرف. يعني الحقيقة هنا ما يمكن أن يقدمه الأهلي اللي زي ما قلت لحضرتك يبدأ دائما الدفع الأولى ثم تأتي الأشياء، والأمثلة كثيرة. يكفي يعني في 20 ثانية هيديكوتي جاء والمران 3 مرات في الأسبوع، بقى 5 مرات وبقى في 1 الصبح في عصر هواية يعني. وبالتالي أعتقد أنه كتاب كرة القدم يجمع كل هذه الأشياء، لكنه سيحتاج إلى مزيد من التخصصات. أتمنى ربما في الفترة القصيرة زي ما انت قلت، ما احنا عندنا في فترة قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، أن تجد جهاز النادي الأهلي ناس قاعدة تحت والباقي قاعدين فوق ما بين مخطط أحمال ومخطط ذاكرة ومخطط ده، في حد بيقعد فوق للرصة يعني اللي هو إيه، غير محلل الأداء. هو لو الراجل طالب يبقى المفتوح اللعب، هل الأبعاد متساوية ولا لا؟ أعتقد أن الأهلي أولى ببدء هذا التغيير في تقنيات كرة القدم، ومن ثم أعتقد أن أنت هتعود للمحلل النفسي وتعود للتغذية وتعود لأشياء كثيرة جدا جدا. أنا ناسي بس الاسم، النهاردة صباحا في لاعب تم يعني انذاره وتحذيره لأن كتر أكل الفاست فود أو الوجبات السريعة يعرضه لإصابات. يا ريت الزملاء الشباب يقدروا يجيبوه، أنا كنت في عجالة بس عجبني إن شاء الله زملائنا يشوفوا المعلومة. عجبني أول عنوان أنه طلع أن أكثر الإصابات سببها تناول الوجبات السريعة، وبالتالي هذا هو المأمول من جماهير النادي الأهلي وجمعيته ومحبيه. يعني هل تقول هنا أستاذ عصام، حضرتك بتقول أنه لو أخذنا بالسبل العلمية والتكنولوجية المتطورة جدا في علوم كرة القدم مش هيبقى عندنا عذر لفكرة أن مباراة كل 3 أيام وكده، أن في حاجات نقدر نتعامل بيها مهما كان ضغط المباراة؟ أكيد لو جبنا الكتاب زي ما قلت لحضرتك، عشان برضو أنا وحضرتك ما احناش مدراء فنيين في الأساس، لكن متابعون وما نستطيع أن نقدمه للناس هو المعاني التي أو الأوصاف أو الفهرس أو انظر اللي تحت دي بتاعت زمان اللي هو التعريف يعني أو الإفصاح. وبالتالي لا أعتقد أن الكتاب هيغفل ده أبدا. أعتقد كمان أن من ضمن اللي هنروح له في الجزء الباقي أن هذه الاستثمارات هي ما ستجعل الأندية التي تلعب أفريقيا مثلا تسيب الرود أو الطرق بتاعت الطيران بتاعت 5 ساعات ويبقى من ضمن المنظومة طيران خاص، فنبقى زي أوروبا. الرحلة هناك ساعة 10 وساعة وربع،
ممكن هنا 6 ساعات بس على الاقل وان واي، والطياره مستنيه حضرتك تلعب وتبقى تغير جوه الطياره وانت راجع. لا هناك حسابات احترافيه بقى هناك في كل شيء، حسابات احترافيه لم يتجرأ عليها، مش يجرؤ، لا يتجرأ عليها الا الاهلي. طيب استاذ عصام شلتوت، هدي حضرتك مثال. بنقول احيانا او بنقول دايما الاهلي بمن حضر، وان كل من يرتدي تيشرت النادي الاهلي المفروض انه قادر على، وان اختياره تم وفقا لمعايير يقدر من خلالها يحقق المطلوب. لكن الجهاز الفني على ارضني على ارض الواقع الحالي اللي بيبدا مهمته ولو بشكل مؤقت، بنتمنى لهم كل التوفيق. عندنا في اول خبر معانا النهارده حجم الغيابات وتاثيرها من وجهه نظر حضرتك، احمد فتحي، محمد هاني، السلية، معلول، والشناوي، ولسه ازارو بيخضع لفحص طبي، دي مش عقبه تؤرق اي مدير فني واي جهاز، ولا احنا نقدر نتخطاها بسهوله؟ طبعا هي عقبه كبيره لما كان الاهلي بيلعب كره قدم في ملعب سكواش، يعني في الاربع حيطان اربع بطولات، والاهلي زي ما قلنا لا مش مكتمل. لا يشارك، لا كمان لا يشارك الا للفوز، لا يشارك كده عشان يبقى موجود في الملعب اللي هو اربع بطولات ده او اربع اضلاع، لا، لكن كده اللود قل. فانت لما تتحدث عن نجوم شبان في بعض الانديه، مش عايز اضرب مثل بحد بس عشان ما بقاش محبط لحد، فتصور لك انك ذاهب الى ذئاب الجبل معهم سين وصاد، فتكمن خطورتك انك بتفقد 3 أو 4 نجوم من العيار الثقيل جدا جدا جدا، ولكن انت غير مطالب ها بانك تذهب الى يعني اللعب مع المقاولون لتحقق انتصار بغلة وفيرة من الأهداف. أنت مطالب بضبط الأداء، أنت مطالب بضبط اللاعبين، أنت مطالب بعودة الكتيبة اللي اتقال عليها لتعويض دول طبعا، وبالثلاث نقاط بشكل مباشر. والثلاث نقاط دي هي ده علم بياض الأساس ألف باء، المؤجلات محتاجين فيها 3 نقاط من كل مباراة. أعتقد ده لا يصعب أبدا على نجوم النادي الأهلي. أضف بقى اليوم ناصر ماهر وأحمد حمدي ومؤمن زكريا، مش حاجة اسمها مش معانا، لا حضرتك لا حضرتك، لأن حضرتك قلت حاجة مهمة. طبعا التيشيرت والروح زي ما بيتقال دايما، وحتى المنافسين دايما يقولوا للأهلاوية، حتى الجيران حتى الصحاب، يا عم انتوا بتوع روح الفانيلا الحمراء، لكنها أيضا تحتاج برضه عشان لا نكون أكثر قسوة على الجهاز الحالي ها، تحتاج أجساد جديدة برضه للروح دي، عايزة تلبس كم يعني كم جسد جداد كده يعو تماما أن النادي الأهلي ينشطوا الفريق في الملعب، ينشطوا الفريق لكن بمعرفة الجاهزين صحيح والحاضرين. ده الحل القادم بقوة، لكن كمان كل أهلاوي يجب أن ينظر مش بقى لنصف الكوب الملقان، النظريات ده صلاة بساعات تبقى إيه عشان تأجل حاجات، لا، يجب أن ينظر في المعطيات زي ما حضرتك قلت. غيابات مؤثرة طبعا، لكن نحن نريد من اللي موجودين الآن أنهم يطلعوا لنا بس أولا كل اللي عندهم أقصى ما لديهم، ثم نبقى نتفاهم. طيب ده كلام جميل، لأنه حضرتك هنا بترد على حوار بيدور طول الوقت في الشارع الرياضي في مصر. الناس بتقول زي ما في آراء بتقول معلش أصل إحنا عندنا ضغوط لسه محتاجين نجوم، الفريق كان متعثر جدا ومصاب كم كبير من النجوم مؤثرين على أي فريق. في ناس تانية بتقول رغم كل الإصابات دي الأهلي غني بالمواهب وعنده شباب وعنده ما بين 18 و24 سنة مجموعة تقوم أي فرقة وتعمل نتائج كويسة، فأين هي ونريد الاستفادة بها بالشكل الأمثل. رأي حضرتك؟ ما ده اللي بقول حضرتك، أنت لما تلاقي الراجل كارتيرون راح في سكة انه ايه، في كلام غير الكلام، مش كلام يعني مش بيداري حاجة، يعني لما قال مثلا مؤمن شوية عليه، لما ما بيديش مثلا ناصر ماهر، لما جه يلعب لعب احمد الشيخ اللي قبلها باسبوعين الولد بشياكة قال يبدو ان كده يعني فراقا وماليش رزق هنا، قالها بطيابة المواطن المصري الطيب، تقوم انت ملاعبه يعني كلام بالحقيقة فنيا تحليلا، لكن فنيا الصنعة هو، وعشان كده هو اللي اتحمل النتيجة مش انا ولا حضرتك. ومن ثم اعتقد هو لو اخرج افضل ما عند 4 5 لعيبة، يعني انت جبت احمد علاء، لا كان لازم يلعب. انت عايز تقول لي ان في جهاز يجي النادي الاهلي وما فيش تاني يوم ماتش لما يسمى الرديف زي كل اوروبا؟ بقول لك الاهلي عملها في اواخر السبعينات القرن الماضي بفريق الامل، وتاني يوم ماتش كامل يحضره مستر كوتي واحنا صغارين في النادي نشوفه كده بشورت وسكنله والدنيا صيف، وتلاقيه قاعد بيتفرج لانه في فرقه كامله بتلعب اللي هي بره بيقولوا عليها باء او رديف. على فكره مصر كلها كانت كده، كان عندها يقول لك فريق الاحمر والابيض عشان تجهزهم وتقيمهم في نفس طبعا وعلى فكره يعني، ومش ده الموضوع، لكن اقول لك كمان من ضمنها ما اشتغلنا صحفيين وبقينا فرحين وعايزين نعرف حاجات تاريخيه، قال لك ده ماتش يا عم بمكافآت بإيقافات، يعني أكنه الدرجة الأولى
تيبيكال، لان هم جزء من الدرجه الاولى، قصدي في جديه المباراه. عايز تقول لي ان احنا مش هنشوف ده عشان 73 ساعه؟ فاكر حضرتك لما كان بيبقى في مباراه وديه على ملعب التتش مذاعه تلفزيونيا مانويل جوزيه بيلعب فيها، لو كان في فتره راحه كمان بعد ما تخطى مرحله مهمه في اي بطوله، بيلعب 11 لاعب ما بيلعبوش في الدوري، المنظومه دي اللي بنشوفها بره. تخيل بقى ان ال 11 لاعب دول اللي ما بيلعبوش في الدوري من باقي قوام القائمه، صح ولا لا؟ تخيل بقى ان كل ثلاث اللي فيه الماتش مثلا، يعني حتى لو كل 17 ساعه ماليش دعوه، قلنا الكتاب يضمن لك تلعب كل ساعات العمل موجوده. تخيل لو بيلعبوا ثاني يوم، عمرك ما هتقول الراجل جاي من بعيد، لياقه المباريات مش عارف ايه، انه دايما متجهز، انه دايما متجهز وعارف انه ده اللي هو الاستشاره اللي قبل الكشف، يعني ده اللي هيحكم على جاهزيته فيما لو في حد بانذار، في حد مصاب، في حد الراجل مش راضي عن اداؤه الفني. ما اعتقدش ايضا هيتاخر كتير ان انا اشوف وليد. طبعا زي ما بيامل ويدعو الله انها تيجي جول، ما اعتقدش انها ينفع بعد كده ما اشوفوش بيشوط 40 كوره فاولاد بعد الماتش، او واحد هيدرز بيرفعوا له الكوره 50 مره. واضف الى ذلك انه هذه هي حقائق احترافيه، ازاي هنطور من غيرها؟ ازاي ما يبقاش فيه، يعني مش عايز اقول لك انه عارف انه بيحصل، ما يبقاش فيه مستشفى ميداني في النادي الاهلي. يعني هو حضرتك جناح تعليق جميل وساخر في نفس الوقت لما قلت يعني ايه فلان وفلان وفلان مش معانا، يعني ايه الجهاز الفني السابق كان عنده طاقات مش بيستغلها، يعني ده زعلان دلوقتي، ده مش متفاهمين معاه دلوقتي، ده شايلينه الوقت تاني، ولعيبه لما كانت بتشارك بانتظام كانت نجوم، كانت مؤثره جدا. بس يعني مؤمن عندنا مثال صارخ، الموضوع يعني سهل جدا اصله. ما هو مؤمن ده برضه مش فوق الاعراف والتقاليد طبعا. طبعا مؤمن عنده ديفو، الديفو ده هتجيب بقى الليسته زي ما قلنا، هنجيب الكتاب فنيا في ليسته، ها الليسته دي بتقول عمل عينه كده يبقى 17 قرش، بص الناحيه الثانيه يبقى ربع جنيه، مش عارف عامل ايه يبقى 5 جنيه، لكن غير كده مالكش عندنا يا ابني، هتيجي بكره وهتتمرن بكره وهتشتغل بكره. لا الشغل ما فيهوش هزار، ده شغل. بالتالي او لو احنا مش عارفين نستفيد بيه والمشكله مش عنده من عند الجهاز السابق، نشوف ازاي ما نخسرش جهود لاعب زي ده لو كان مش مقصر، يعني زي ما حضرتك بتقول لكن العنوان الرئيسي بيبقى دايما ايه؟ ده نجم استفيد بيه، لازم الاداره دي محترفه جدا جدا لا تتدخل. ربما كان في وظائف لناس تانية كان لابد من التدخل، لكن ما كانوش في عجله الاحتراف، مش في عجله انه اهلاه ولا لا، او مخلص ولا لا، او فنيا عالي ولا لا، لا طبعا. لو حضرتك زي ما قلت الاهلي عمره ما بيتعامل مع جهاز فني يوم بيوم او بشكل متقطع ولا بالقطع، ولا لاعب لفلان ولا تحب تسمع ايه ولا الكلام ده، وده مش معناه انه بيحدث في انديه اخرى. انا بكلمك عن نادي واقعه الدائم انه جهاز الفني وصلاحياته ودائما مرتبط بفكره التحديث، عشان كده بيقدر يسبق بخطوات. واعتقد انه نجوم كبار جدا مع المنافسين زمالك اسماعيلي دائما عندما يخرجوا الحديث دائما كانوا يفايوا الاهلي ويتمنوا لمنافسيه اللي هم مش اي حد بقى، ده الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصر، انديه اسماء ايه مرعبه وتواريخ. دايما يقول لك ايه، عايزين بقى نروح زي الاحمر في الاداره. على فكره ما بتكلموش في النجوم ولا كذا، لانها هي عصب النجاح. لو انت عندك افضل ماس في العالم، بما اننا جبنا سيره الراجل بتاع مازيمبي، وليس لديك صناع هيدغدغوه يخلوه زي الدقيق، لكن التاني بقى يعمله بقى خاتم ومش عارف قراطه ونص قراطه وفدان، هيديله قيمه اضعاف مضاعفه. طبعا طبعا الاداره ولا شيء غير الاداره. طب نقطتين من النقاط الفنيه المطروحه بقوه في الشارع الاهلاوي، مطالبات بالتعاقد مع مدير فني بيلعب كوره بهذا الشكل اللي اصبح مرضي جدا اللي احنا شايفينه في وادي دجله. الناس بتقول الاهلي طول عمره بيلعب الكوره الجميله دي، بيلعب كوره على الارض، بيلعب بيعمل ثنائيات وثلاثيات في الملعب، ما بيعلقش الكوره وبيلعبش كوره طويله كده. ما احنا قلنا بس لكل مقام مقال. يعني احنا التجارب دي كانت كده، هيديكوتي فايسا في النص بقى دور ريفي اللي خلى الكابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه اعتقد يخس 7-8 كيلو، هبقى لازم نساله. انا كان بيسيبه في نص الملعب كده، كان بيربط الرباط بايده، دور ريفي مدرب انجلترا الكابتن مختار، عشان طلع انه هيفرق في الرفعه وكذا، ناس جت طورت. كان هولمان عشان ما يقيدش حركه الانكل بشكل غلط، انا بقول لحضرتك كان هولمان اللي قال لهشام حنفي وهو صديقك وصديقي خش ورقصوا الحكام الاجانب ما لهمش دعوه في ماتش واحد اتحسب بلينين للاهلي بحكام اجانب. الناس اللي عندها دي
واخد بالك، اللي عنده بيشتغل كره 24 ساعه مش تقليدي، وفكره مش تقليدي، مغامر ومقامر كرويا احيانا، اللي هو الكابتن خطيب برضه ربنا يديله الصحه، في ماتش اهلي وزمالك يبقى لابس اعتقد بنطلون جينز وبس، بس متسجل هو طار الشيخ، فيقوم التسخين كله انه يعمل كده لانه كان في حاجه في العضلتين، واضطر، وده اللي دايما الكابتن ما يحبش يقوله، ناخد كورتيزون عشان بس يبقى قاعد جنبهم، ده غير الحراره كمان، يعني حرارته كانت مرتفعه، فيبقى تحت التجهيز، روح اللعيب بقى اللي بيتحامل كمان على نفسه، والراجل ابو لسعه اللي اقنعه انه ده يعني ناديك يعني جمهورك، الراجل اللي قدام مونشن جلاد باخ يخلف الارقام، فيلبس كاب صفوه الله يرحمه 10 ويلبس الخطيب، يعني انت تفكير انت بس بره الصندوق يعني. وبالتالي انت عايز تقول لي ان انت لما تشوف الراجل اليوناني ده، ده راجل عبقري، لكن في الاهلي بقى والزمالك انت محتاجه امتى يبدا؟ انا فاكر ان فايسا جه فكان لديه الوقت لاعداد هنا ثم الطيران لالمانيا للعب 3-5-2 اللي ما كانتش جات ناحيه افريقيا مش بس مصر. وبالتالي ما تقولوش جرب، يا اما لو فتحت له الكادر الاهلي سيعلن ان مديره الفني بيقول ما تستنوش مني حاجه السنه دي. الحاجه دي طبعا يعني معناها هينافس برضه على الاول والثاني للاخر. مفهوم طبعا. يعني ده الحد الادنى، هينافس مش هقولها بقى الثاني. ولو ما خدش الدوري ينافس لاخر يوم الجهاز المجلس هيعتبره ما حققش حاجه. الا اذا كانت المعدلات تسير زي ما حضرتك وصفت، ان في بقى دفع بعناصر هو جديدة. ده بقى تجديد للفريق من ناحيه نجوم. وانت شايف بقى ماتش عن التاني بتحصل الحاله اللي عجبانه مع الراجل ده بتاع بنسمعها من جمهور في الشارع اليوناني ده، طبعا ناس بتقول احنا بنحب نادينا وعندنا فهم للي بيحصل، ولو شفنا مكاسب متمثله في نجوم جداد بتتولد في فريق الاهلي وبتتثبت في الملعب هنصبر على الفريق. اعتقد انه ده اوان التعامل بالصيغ اللائقه بجماهير وجمعية الأهلي، ألا وهي أنهم عندما يروا الجديد يدعموه. وده اللي كنت بقوله لحضرتك يا أخي، من ضمن الحاجات اللي كانت بتطرح يقول لك اعملوا اكتتاب والأهلي يشتري لو بمليار. وأعتقد أنه وعلى فكرة ده 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 ممكن مع الزمالك، يعني المحب يدفع ثمن عندما يصدق يا أستاذ محمد، صح ولا لا؟ صح. وبالتالي أعتقد أن الناس لو شافت الرؤية دي وأن الراجل مصمم زي اليوناني اللي عجبنا ده، لا هيقولوا له يلا جو اهيد وتاني وعايزينك الماتش الجاي تعملها ومنتظرين وصابرين وكذا، لكن في ظل ان تظل المنافسه. صحيح. هننتقل الى المنتخب الوطني الجزء المتبقي، هختتم الجزء الخاص بحديثنا عن فريقنا عن النادي الاهلي بلاعب جهازه الفني في المنتخب بيشيد بيه الى ابعد مدى ولسه مش قادرين نستفيد بقدراته بالشكل الامثل في النادي الاهلي طول عمرنا تاريخنا. وعفوا لو اطلت في سؤالي يا استاذ عصام، طول عمرنا عندنا الفرود اللي بيحط الجون من ربع فرصه، حسام حسن وايمن شوقي وقبلهم النجم الكبير مع كابتن محمود الخطيب واسماء تانية، كنا عندنا نموذج للمهاجم وكان دايما مهاجم النادي الاهلي هو راس حربه منتخب مصر دائما ابدا. النهارده عندنا مهاجمين بنشوف اجهزتهم الفنيه بتقول انهم مجتهدين جدا وقانعين بقدراتهم، وبنشوف المهاجم مش افكتيف على المرمى اصلا. فين شغل الاجهزه الفنيه اللي تخلي لي المهاجم يهدد المرمى 8 و10 مرات يعمل محاولات على الجون؟ مروان محسن مشاهده بيه من الجهاز الفني، هوصفها لك لانه مقاتل، لانه لا يعبث بالاحتراف، هو محترف اصيل، لكن هوصفها لك بقدر ما لعبت كوره يعني. اوعى تقول لي المشهد اللي احنا بنشوفه معلقين ومحللين، الراجل يبقى خارج عليك الجون وفي كرة القدم، والمرة دي على مسؤوليتي لأني زي ما بقول لك هوصفها لك بقدر ما لعبت يعني لدرجة ناشئين، لكن يعني الواحد يزعم إنه بيتابع على قد ما يقدر. الجون لن يطلع لفوق على رأي السقف بتاع الأسرة الله يرحمه، لن يطلع لفوق أبدًا سيادتك. ليه؟ هينزل تحت. فإحنا كل مرة الراجل يشوطها تحت ونقول يا حظك. لا مش يا حظك. حضرتك بالتدريب هتشال شيء كده من فوق. وهتيجي جون كل مرة. أين الانديفيدوال؟ أي سؤال عايز تقوله؟ طبعا مروان ياخد نمرة أعلى من غيره اللي هو ما بيحاولش أو مش عاوز أو قانع بأنه اليوم يعدي. كويس؟ لكن مروان نمرته الأعلى يمكن اللي بتخلي الناس تتكلم عنه كويس أنه طول الوقت بيبقى حاسس بيحاول بيجتهد وبيحاول. بس احنا عايزين قدرات مروان اللي هي في أن الكرة تروح بين الثلاث خشبات 10 مرات في الماتش. قدر بقى أن مروان ده انضبط أداء منتصف الملعب والجناحين مش بس بالروح بالدم وبس وبالفنيات التي يجب ان تعود، فالكبار هكذا. شوف بقى مروان لما يبقى محطه حقيقيه ساعتها مش بس يجيب الجول، شوف مروان لما يطلع عشان يعدل مسار كوره وصلاح محسن
وكذا وليد أزار وليد أزار وليد ومهاجم سليمان. بقى اللي هو مهاجم اللي هو من أول الماتش تلاقيه لابس نمرة 9 وبسم الله الرحمن الرحيم راح يقف مع السرد باكين في كل العالم لابد من كده. برشلونة والعلامات بقى المتقدمة بتاع القادمون من الخلف الكرة برة أبويا الحاج جوارديولا لأنه ده آخر شيخ طريقة برضو على مسؤوليته صعب تتعمل اللي هي فكرة لا ده راجل بيحفظ بالسنة والاثنين والخامات شرائح أخرى بعيدة بقولك عن كل العالم وفي فرق كبيرة ما عرفتش تعمل الطريقة دي يعني بايرن ميونخ قال له احنا لعيبة ألمانيا ما تلعبش كده إنما استفاد بإيه إنه خلى الكرة الألمانية قال إيه فيها ترقيص قال إيه فيها تمييز فيها متعة قال إيه فيها متعة وبالتالي لكن رفضته بس ما وقعش البايرن يعني ايه في الاخر زي ما بقولك عن النادي الاهلي اذا اعتبرناه بايرن مصر مثلا انما في الاخر ظل منافسا ما هو في حاجات كده الحد الادنى يعني فيها يعني هل حضرتك متفق مع الاراء اللي بتقول ان احنا نقدر نرجع بلاعبينا لمعدلات تهديف مش بس تهديف نقول دايما الاهداف فيها نسبه توفيق يعني فيها اولا واخيرا اللي بقول لحضرتك نسبه اجتهاد تخلي فيه تهديد للمرمى وفاعليه للمهاجمين نتكلم بصراحه بره الانديفيدوال ما تسالنيش بأمانة شديدة كل حتة روحها حتى غانا حتى نيجيريا ألاقي ده اللي بيتعمل يا أستاذ محمد ودي اللي جوان اللي بتيجي فينا خلينا نتكلم بصراحة وغير كده كمان يفاجئك حد فيقولك إيه قدر الله وما شاء فعل وكأنه بيغلق الملف طبعا قدر الله وما شاء ونعم بالله طبعا ونعم بالله في اجتهاد وأخذ بالأسباب يعني. يا أخي اضطروني مرة يعني وفي محطة يعني كروية شرفت إن اشتغلت معاها موسمين وطبعا هي أرحم من يعني تجار الحصري الفاسد ده دلوقتي اضطرونا اقول لهم يا جماعه طب ما السعوديه طواف الوداع بقى بلاها تمرين وتغلب البرازيل كلهم 6-0 ما هو يا جماعه لا ده رب العباد عدله كله ان يعطي من يعمل اعقلها وتوكل يا رجل صحيح. فما تزيدوش علينا ارجوكم يا اخي بعض المدراء الفنيين يسالوا ماذا ستفعل بعد ان هزمت في جزء برضه الاعلام احنا بنروح مع الناس ساعات او البعض يعني في حتت صراحه لو بره هيسيبنا ويمشي وأزا تفعل وما لعبتش الجندي وكذا وكأنه أحيانا بتسمع مدرب بيقول له طب ما تيجي تدرب أنت فأنا لو زميل يعني واخداني حماس شباب ممكن أفكره لا هو بيقول لي ما يا عم أنت وأحيان أخرى يروح قايل له إيه سنذهب للدش ولدينا عشاء ثم ننظر في أخطائنا ونعمل من الغد طب شغلة مين مهمة مين في مصر في منظومة الدوري كله إحنا عندنا الهداف اللي أهدافه غزيرة محترف مغربي روس الحربة الإجوان اللي بتيجي المنتخب مصر بس صنعناه وصبرنا عليه طبعا واجتهدنا وفي فريق بيساعده لكن معظم أهداف الأهلي ومنتخب مصر حاليا من القادمين من الخلف من لاعبي الوسط المهاجم حتى نجمنا محمد صلاح في الأساس هو مش راس حربة صريح ما هو ده فمحمد صلاح وليد سليمان مؤمن زكريا كل النجوم اللي هي بتلعب ورا راس الحربة امتى نوصل لان يبقى عندنا تاني لعيبة على مستوى مصر النادي الأهلي زي ما كان أحمد بلال بينزل يجيب 17 جون في الدوري في موسم واحد عماد متعب طبعا ما هو ده نتاج عمل مدربين احمد جوال حسام حسن حط بقى زي ما انت عايز في كل الاجيال لانه في الاخر كان في صناعه تحت فده بيطلع فوق عارف ان 2-2 وهو اللي جاب الجول ما ينفعش لازم يدور على الجول الثالث صحيح هو وبالتالي اختيار التوقيتات برضو احمد ياسر ريان كان يحمل ملامح كده لكن دفع بيه في ماتش انا فاكر في اخر 9 دقايق والاهلي مغلوب يروح فين ده ويجي منين هم الوقت قدامنا دي عناصر شابه لسه بالظبط انا بقول لك بقى فالتكوينه لازم تبقى باينه وانت بتختار امتى كمان توقيتات الدفع لكن لا تسالني الا عن فريق نمره 2 بيطلع له افضل النجوم في تحت 17 سنه صحيح. ويلعبوا ماتش كل اسبوع ويطولوا على الفريق الاول حتى لو في تقسيمه والتدريبات التخصصيه يا صديقي زي ما بنشوف في كل العالم احنا ليه ما بنحبش نترجم ورقه في مصر لكن اعتدنا ان الاهلي كان بيعملها ده اللي مخلي الناس تحس انه هيعملها فاكر حضرتك فاكر لما تعاقدوا مع فان باستن عشان يضرب المهاجمين يضرب الفراوده بس ما هو ده اللي بقوله لحضرتك وبالتالي دايما الاهلاويه بيطمنوا انه هيعمل لانه الاهلي ولا مره يقول لك سنخترع طريقه حتى لو مدربين مصريين او سنرى مثلا يقول لك رابطه انديه لا هتلاقي قرار الاهلي من ايام الكابتن حسن حمدي لا انا اسف لجنه انديه كابتن حسن حمدي قال لك لا سلام عليكم في حاجه اسمها رابطه انديه محترفه وده الانجليز هو جاب الاستعمار ده جاب الانجليز جاب ممثل البريمير ليج هنا في النادي الاهلي وكان في لا لانه دي اسمها كده انت بقى حضرتك عايز تعمل تشكيله ثانيه قول لنا بقى ان دي تشكيله ثانيه ايه صلاحياتها وايه اهدافها بالظبط وبالتالي نحن نريد اوراق مترجمه لم يفعلها الا الاهلي على مدار اكثر من محطه وتنقل للزمالك بقاله موسمين حاله تانية خالص لانه دخل مساله الشراء
والنجوم اللي هم جاهزين. وبالتالي هنا برضو في الفقرة الأخيرة هتلاقي برضو ده من فكرة الرعاية يعني البيزنس يعني. يعني هل عشان أقفل الحديث في النقطة دي، إن لسه في نقاط كثيرة والوقت قليل جدا المتاح أمامنا يا أستاذ عصام، عايزين نستفيد بأرائك في أكتر من نقطة مهمة. حضرتك هل تطمئن مشاهدي قناة الأهلي وجمهور النادي داخل وخارج مصر إن الفترة الجاية حضرتك على يقين إن شاء الله إنه هيحصل عملية دفع واستفادة بطاقات عناصر شابة مميزة جدا كانت معطلة مع صفقات مميزة مع تعاقدات مميزة؟ أعتقد مع إعلان كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة عن ما يتم الآن يعني دراسته من قرارات هتبان، لكن لا أعتقد إنه القرارات يعني إذا العبد الله وحضرتك وصلنا للصيغة التي يمكن أن تتكرر دائما في النادي الأهلي، ألا وهي فكرة التحديث، خاصة وقت ما تحس إنك في حاجة ديمودي شوية أو قديمة شوية، وبالتالي إن في جمود خلاص في أداء الفريق، وبالتالي ما أعتقدش يعني حتى فكرة القمة إنك تقف عليها فتتحول لديناصور دي ما أنتش قادر تتحرك رغم ضخامة هذه الضخامة فتتآكل أنت، ما شفناهاش، وبالتالي هناك ثقة لكنها تحتاج عمل الحين. إذا لم تكن هذه هي خريطة كرة القدم الحمراء وبالتالي تنتقل العدوى لمصر كالعادة في جهاز محترف ما يعرفش انه في حد بيسوق العربية 120 كيلو لانه ده ما ينفعش. بوبي روبسون ما راح برشلونة مسك الفريق الاول علق ورقة ممنوع الضحك والهزار واستلاف اللي هي الادوات بدءا من كسرة الخبز اللي طبعا حضرتك عارف ان ترجمتها لقمة مش كايزر، ومن ثم قال لهم الخروج عقب المباراة 70 كيلو خارج المدينة بإذني وغالبا لن أوافق. فلما سألنا في الترجمة يعني ليه، قالك عشان الراجل ليه يسوق 70 كيلو وهو يبقى الآن عليه وهو يبقى عاوز يبقى مركز، هو عايز يحافظ على ثروته اللاعبين. بينما أنا يعني أستاذ جندي خلينا نتكلم بصراحة، أنا أقول لك نجح الإداري عصام شلتوت في أنه يجيب محمد الجندي على موتوسيكل بعد أداء الامتحان ليصل إلى الاستاد قبل المباراة. طب هو امبارح كان بيذاكر ولا كان مركز في الماتش؟ طب هو نام بدري ولا نام متأخر؟ طب هو جاهز ولا لا؟ هو شرب مياه غازية ولا حليب زي ما مكتوب له في صفحة 8 في الكتاب؟ وبالتالي ما اعتقدش انه انا وحضرتك فكرنا كده يعني، ومحمود الخطيب والذين معه ما بيفكروش اكيد كده. هيفكروا بشكل افضل يا خبر ابيض، اكيد هناك تطوير ما ظنش فيه حاجه غيره يعني. المشهد ما يخوفش، لانه اذا اعتبرنا نفسنا عوام كفنيات كره قدم فما بالك بالمتخصصين ويديروا مؤسستهم، يعني مش رايحين بيعملوا شغل، لا يديروا مؤسسه عنوانها عائله الاهلي. جميل، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. سريعا في الدقائق المتبقيه استاذ عصام، منتخب مصر كيف ترى تجربه الجهاز الفني والاداء حاليا بعد اول اختبار وصف بانه اختبار حقيقي امام منتخب تونس، واداء الجهاز الفني واللاعبين تحت قياده اجيري؟ عجباني الحقيقه، وحاسس ان اجيري ده حد صديقنا كده قال لي ده ممكن تسميه سعيد اجيري، حورتجي كوره يعني. يعني خلي بالك اوعى تصدق حد يقول لك اجيري بيقولوا له بيوصلوا له، اجيري هيسمع كل الناس وهيشوف كل الناس وهيقول كلام كبير قوي عن لاعبين لانه بيرى فيهم الاجتهاد ولا يرى فيهم التقصير، والاساس عند الاجانب انك صادق الا ان يثبت عكس ذلك. وبالتالي عند لمه ال 40 50 اسم وان شاء الله كده نلتقي على كل خير، هتلاقيه بقى بدا يضبط الاداء، لانه الحقيقه برضو احنا اتضحك علينا في حكايه الروتيشن دي، مش حاجه اسمها كده، احنا كده بنهرج في تثبيت تشكيل في كذا، الا اذا مثلا اتنين حراس جبارين فممكن عشان ما فيش حد منهم يعني يبعد عن يفك سنه يعني ماتشين وماتش مش عارف ايه كده، لكن هتلاقي واحد برضو عنده تكه زياده. انما سعيد اجيري يعني هتلاقيه فعلا بحجم الحقيقه سي فيه برضه، لانه انا البدايه بتبقى مع ايه؟ مع تصنيفك الحقيقه، وهو مدرب مصنف. خلينا بقى نشوف ولا نفترض يعني ايه انعدام الثقه بيننا وبين الرجل، وبالتالي اعتقد انها تجربه بتقول لا هنتغير، بس هنتغير في حالة لما سيستم الانديه يتغير. في ناس اتضايقت جدا، احنا انزعجنا، عندنا نوع من الغيره على نجومنا لما بيبقوا في حالتهم، زي نجمنا الكبير وليد سليمان وهو في احسن حالاته، والبعض بيقول يا جماعه ما تاخدوش الامور بحساسيه كده هياخد فرصته في المنتخب. وليد نفسه بدا عليه الاحباط فقال انا اعتزل اللعب الدولي. كابتن هاني رمزي بيرد يقول وليد سليمان الباب مفتوح لانضمام هذا النجم للمنتخب في اي وقت قبل نهايه كاس الامم المقبله. شايف الاشكاليه دي كلها ازاي؟ الاشكاليه دي ظلم كثيرا وليد سليمان، مش الموسم ده بس، على مدار ثلاث مواسم، لان كوبر حب ناس ولو انه مصنف يا اخي، بس ما اعرفش ازاي قدر يتمصر كده في الاواخر، اللي هو ارتبط بيهم قوي فلازم يروحوا معاه المشوار،
يعني الرجاله دي اتخانقت معاه عركه كده في القهوه فمش قادر ايه ارتبط بيهم بقى وجدانيا قوي الا لازم ياخدهم بقى يتعشوا سوا بقى مادام وقفوا معاه. لا ما كانتش كده الحكايه يعني، كان يمكنه اسقاط بعض الاسماء مقابل من يستحق، وطبعا مش هو رايح ده خلال زي ما بقول لحضرتك موسمين على الاقل. حضرتك بتقوله ده كان واضح في ماتشات كان بيبقى محتاج تغيير ورقه مميزه بره ما فيش، لا وعنده عناصر كويسه جدا ومتالقه بره المنتخب ما خدهاش. انا بقول لحضرتك فظلم كثيرا وليد سليمان او خاتم سليمان زي ما الاهلاويه بيحبوا يقولوا له، انما معدلات مش سنه انه مش قادر، لما قالوا عند 2-33 يصعب وجوده خلوه في حرج، الناس مش قادره، خلوا احتمال انضمامه بعيد جدا لانه قالوا احنا بنجدد في بقوا في حرج. وبالتالي لانه احمد فتحي يروح فين يا جماعه؟ يعني ما احنا برضو لازم نقول يعني ندي الناس حقها يعني. وبالتالي هي دي لو الحكايه كده ها، لا وليد انا اعتقد انه لديه ما يقدمه، لكن انا عارف هاني رمزي قال له ليه كده، لانه فعلا اللي جاي مع اجيري زي ما قلت لك وهاني عايش مع الاجانب كتير هيحتاجه في اي لحظه. ليه؟ نتاج ان اوراق التجديد يكون والحقيقه برضو باينه لغايه دلوقتي ما فيهاش وليد سليمان، انما هو مصر يدي احساس للنجوم الكتير قوي. لكن حضرتك بتقول ان لكل قاعده استثناءات، وان وليد لو فضل على تصميمه واجتهاده بالشكل ده هيرجع. ما هنا بقى اللجوء لفكره ها انك انت المولى عز وجل، هنا تبقى متاكد دي مش حكايه قدر الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان انت تجتهد لانك عمال تجتهد اهو الا وهيحتاجك، عشان كده الرساله كانت واضحه، انما هو مش قادر يفتح الكادر قوي، لربما يظهر له الثلاثه اربعه خمسه لعيبه وقلنا نموذج احمد فتحي على الاقل اهو، طب هيقول لهم ايه؟ كده هيرفع معدل اعمار، فظلم وليد سليمان. هذا قدرك يا وليد. اخذ بذنب الفكره نفسها استراتيجيه التجديد. الله عليك، ده عنوان عبقري. اخذ بذنب فكرة التجديد والنزول متوسط الاعمار، لكن حضرتك بتقول له وليد يعني اللي فاهمه من كلام حضرتك انك عايز تقول له رساله بتقول له خلي عندك اراده حديديه واجتهد وحافظ على انا مستوى متاكد انهم عايزينه كده، لانه في اماكن في الملعب ها ما فيهاش غير مو صلاح وحد كمان والثالث يصعب ان حدث، وان ما فيش بديل زي اللي في الملعب لو احتاجه طبعا بديل. طبعا ان حدث احتياج محمد صلاح ويودوه تاني يلعب زي ما بيلعب مع ليفربول، اعتقد وليد مع المنافسات الرسميه هيقولوا له اقرب للمكان، لانه ساعتها يبقى حق مش حكايه بقى ايه برغبه ان تعطي المجيد بس ها فرصه للوجود، لا ده هيبقى حق بقى المصري انه الراجل ده يبقى موجود في المنتخب. هل تقول صراحه استاذ عصام انه حاليا لا يوجد من هو بعد محمد صلاح لا يوجد افضل من وليد سليمان بعد محمد صلاح في المكان؟ طبعا اعتقد طبعا بوضوح شديد ان اللاعب الثاني في المكان ده ودي حاجة بوضوح ما زعلش حد، لانهم لسه ما ادوش فرص لاي حد ثاني مثلا زي صلاح محسن وزي ناصر وزي لا، لكن صلاح محسن عنده فرصه كبيره انه متالق حاليا وبدا ياخد خبره، عشان كده بقول لك 100% بس هو كمان عنده مهمات اخرى، انما مش هتقدر تعمل تبديل وتوفيق وانت رايح تلعب بطولات كبيره، عشان كده هم بيتمنوا ان الحافز يظل موجود. وصلاح محسن رغم ان عنده الميزه في اللعب كوينج يمين او هاف رايت أيوة. وانه بيروح من المكان ده، لكن هو في الاساس راس حرب. الله ينور عليك، هنحتاج انا اعتمد عليه تحت الراجل ويقدر يصنع. بص اللعبه بتاعت ال1 2 هو وصلاح دي مش بس لعبه حلوه، ده ينم عن في المستقبل برضه، عشان انا ضد فكره العالمي بدري، دي تنم عن ثقة بالنفس يجب أن تستغلها الأجهزة الفنية. لما يبقى صلاح اللي مدهالك في آخر لحظة في ماتش من الكهرب مع تونس ها، وانت راجل لسه خارج من موقعة الترجي كلاعب في النادي الأهلي وتحطها له حريرية زي ما بعض المعلقين بيحبوا يقولوا، اللي هو صلاح ما بذلش جهد لترويضها هي نفسها، وبالتالي وبرضه فيها الجزء اللي قلت لحضرتك، افتكر صلاح جاب الجون ازاي، الراجل نزل تحت شكرا سلام عليكم. كابتن عصام شلتوت، التصريحات اللي وصفها البعض بانها نوع من النار تحت الرماد يعني، وربما البعض بيبالغ ولا يوجد ما يستحقها الحديث عن هذه المشكله كانها اشكاليه حقيقيه بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والجهاز الفني لليفربول او اجيري ويورجن كلوب، هل حضرتك شايف مشكله فعلا ولا لا؟ فيها شويه توابل يعني، بص الراجل طبعا احنا قلنا اجيري راجل مصنف، صعب يقع في حاجه، هو عارف ان الاجتهادات دي بره ما بتتسابش، السبوت يعني في الاعلام في العالم كله مش جايبها بالصوره اللي احنا عاملين لها مصورينها بالشكل ده، والراجل برضه كلوب مش فاضي يعني ايه مش فاضي، لكن هو ده الجزء بتاع حلال المشاكل، الاب الروحي، عارف فيلم بتاع جاد فاذر ده؟ بس دي كوره بقى مش عصابه يعني، لكنها عصبه في الاخر، لما يعني لازم ما يعديش حاجه، ما هو مش فاضي الا للعيال دي، انا اسف يعني بلغه الكوره،
هو مش فاضل لا ليهم، فواحد يتقال عليه حاجه يرد، فمش عارف ساده من يقول لك لا 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 دول اصحاب، في حاجه في السنغال يجيب له الحاجه. مفيش هزار يا كابتن، كابتن مفيش هزار يا كابتن. كابتن حمود الجوهر الله يرحمه، لان انا واخويا ايمن بدره واخرين يعني عشنا حواليه يعني يا اخي 24 ساعه، هو وزوجاته المحترمه كانوا عايشين كره قدم. يا عم كان عامل اشتراك بتصريح خاص من الدوله ان يبقى عنده اطباق، دي ما كانش حد يعرفه، والكارت ده كان بيجيبه من بره بديكودر. يعني لو سالت مين ديكودر عيم طبعا ما عدا جهات سياديه وزاره الخارجيه ومسبيره العظيم طبعا، ما حدش يعرف اي حاجه من الحاجات دي. فعشت كره قدم حضرتك بقيت شيخ طريقه، ما عشتش كره قدم هتفضل بينج بونج. تأجيل مباراة كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلات في الأرجنتين، الفريقين الأشهر على الإطلاق في تاريخ الأرجنتين، ومنهم فريق النجم طبعا غير المسبوق دييغو أرماندو مارادونا. ليه الكرة اللاتينية لسه مليانة هذا المشكلات رغم ارتفاع مستواها الفني والمهاري؟ هي في أبعد مجال عن الأمور من ناحية التحضر والانتظام والحفاظ على سلامة الأرواح والابتعاد عن العنف، لسه عندهم شغل لغاية دلوقتي بشكل كبير. الحقيقة ده أخطر ديربي أو كلاسيكو في العالم، معروف يعني كده زي ما كانوا زمان يقولوا شيكاغو مدينة الشغب. ده أخطر ديربي في العالم، لا أنا لغاية ما انضميت لحضرتك كانت المباراة الساعة 10، مش عارف هتتأجل تاني، في صعوبة وفي تقديم مذكرات لغايه قبل ما انضم لكم بشويه يعني. عرفت من زملائنا في فريق الاعداد بيقول لي دلوقتي انهم اعترضوا بوكا جونيورز وطالب تاجيل اكتر. ده قدم مذكره لانه قال لك اللي شفناه صعب وحاجات كده. اعتداء على حافله اللاعبين. وحاجات مشاعه وحاجات يعني يبدو ان الدنيا زاطت بزياده كمان. انما خلي بالك بقى في امريكا اللاتينيه في اعلام شبه منطقتنا العربيه يعني اللي هو ناس معه وناس ضد، فالتوابل اللي يمكن بتبقى أزيد. تم التأجيل لأجل أجل غير مسمى، ده الليتست نيوز، ده آخر خبر عن الموضوع. أنا قلت لك إنه ده متوقع لأنه لن يدخلوا مرحلة الخطورة اللي أجهزة أمنية من امبارح رصدت ورفعت. بس الناس دي بقى وش كده ما عندهاش هزار، ما ينفعش يبقى ما ينفعش، ولا تقول لي طب نحاول، ولا تقول لي طب نورط أمن البلاد ونقول له هات مدرعات لا لا، بيحموا الناس اللي ارواحها فضل البلد، لان الجمهور كمان في البلاد دي لسه عنده عصبيه شديده طبعا قوي وعنف، وهناك مندسين وكذا، ده حقيقي. بس هناك بقى مندسين بقى ايه اللي هو انت عارف انشطه اخرى يعني، يا بلاد بتحبنا واحنا بنحبها. لكن طبعا مش هيورط كمان الدوله، مش ليه؟ لانه هو يعني رجل في غنى عن المشاكل، رجل امن والجيش، ماله بالحاله دي غير انه جاي عاوز الناس تفرح؟ تروح انت تحط في حولها له المذبحه او فما بيهزروش بقى، لا ياخدوا بآراء الأجهزة عند أعلى السلطات القروية، مش بس الاتحاد الأهلي والاتحاد القاري والاتحاد الدولي. لا، والموضوع طرح على رئيس الاتحاد الدولي امبارح وهدد رئيس بوكا جونيورز وبعدين تراجع عن التهديد. ما شاء الله عليك. وبالتالي لا قرار واحد، ويقول لك بقى الناس هتخش الملعب بالتذاكر اللي معاه. مفيش هزار. نتمنى إن احنا كمان نبدأ مرحلة إن مفيش هزار في مصر. دول لو لعبوا كورة، فاكر مبارياتهم يا استاذ عصام؟ لو لعبوا كوره بس لمتعه الكوره والفريق يفوز وفريق يخسر بمنافسه شريفه هتبقى من امتع المباريات. ده اللي حصل في الماتش الاولاني، رغم كل العصبيه دي ما لهمش حل. امريكا اللاتينيه طعم تاني يا اخي، لازم تطالب المسؤولين الكرويين في بلادنا انهم يبقوا على قدر المسؤوليه. لانه فنيين في البلاد دي والله ما بيشوفوا فرق ناشئين او شباب من مصر الا بيقول لك انتم تعادلون في الموهبه والمهاره. طيب احنا قلنا وعدنا المشاهدين ان احنا نرجع، وقتنا انتهى بالفعل. هختتم مع حضرتك بكلمه اخيره، لاني كنت استاذنت حضرتك في تاجيل اكمال حديثنا عن فكره وجود داعم وطني للرياضه ومنظومه كره القدم شركه بريزنتيشن والكيانات الراعيه للرياضه، وان حضرتك بتقول في هدف ابعد هو غير تحقيق الربح، ان في هدف اولى او اكبر هو الحفاظ على هذه المنظومه وتطويرها لانها جزء من القوه الناعمه لبلدنا بشكل عام. والصناعه ان مكاسبنا الماديه تفتح ابواب رزق، واخد بال حضرتك، تفتح فرص عمل للشبان. وكنا مقدمين تصور من سنتين كده انه اصلا قد تخلق 6 مليون فرصة عمل لشبان زي اللي بتشوفهم في الماتشات دول، وبرأس مال وطني، مش واحد جاي تاجر معانا ويمشي. خلي بالك بقى، هي نفس الرأسمالية الوطنية دي عماذا تبحث او تنتظر عن شركاء محترمين سواء عرب او اجانب، مش هيجوا الا بتعظيم المنتج ده يا استاذ جندي، وعن انديه تساعدها طبعا، وجمهور يفهم الرساله، بجماهير يفهم الرساله، بناس ما تطلعش تقول انه يحب الابيض ويترك الاحمر او العكس،
لكن ينظروا للي بيحصل بالفعل. ده أنا عمال أوضب البيت ده عشان حضرتك تشتريه مني بأعلى سعر، هو أنا ضامن ساعتها أبقى أنا المشتري ولا لا؟ لكن لأنها رأسمالية وطنية هي تريد تعظيم المنطق أساسا، لأنهم بيسعوا إن احنا ننجح المجال، مش بس كده، وأن الدوري المصري يصبح الأغلى لأن هذا هو حقه وبيتحارب عشان كده. ان شاء الله المردود يكون افضل، ونتائج كل المؤشرات اللي اتكلم عنها ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت تؤتي ثمارها في الفتره الجايه بتكاتف ومشاركه بين كافه الاطراف، وان ده في النهايه امر طيب جدا لينا جميعا، لكل العاملين في المجال ولكل المحبين والمهتمين بكره القدم من جماهير ومن متابعين ومن اعلام رياضي. كل هذه المنظومه يجب ان تقوم بادوارها وتطلع بمسؤولياتها في تحقيق هذا النجاح ان شاء الله. اسعدتنا بوجودك معنا النهارده، واستمتعت بهذا الحوار. الله يبارك لك استاذ محمد، ودايما موفق، يعني برضه انت من العلامات المحترفه المحترمه. اشكرك شكرا جدا. في نهايه هذا الحوار بشكر حضراتكم على المتابعه، واشكر الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ابقوا معنا بعد الفاصل، فقراتنا مستمره وحوار متميز يجري زميلنا، وان شاء الله تستمتعوا بهذا الحوار، زميلنا امير هشام مع طبعا صاحب الخبرات الكبيره في عالم وفي مجال كره القدم الكابتن محمد ابو العز. ابقوا معنا.